من جولة على الأسواق العالمية التي تسجل خسائر فادحة. بدأت هذه التراجعات يوم أمس في الأسواق الأمريكية، حيث سجلت بالأمس أسوأ يوم لها منذ 5 أغسطس. ما الأسباب؟ بداية كان في أرقام سيئة صدرت حول القطاع الصناعي ISM PMI، والتي أظهر انكماش لخامس شهر على التوالي. وأيضا لا ننسى الأسواق حذرة قبل صدور أرقام الوظائف يوم الجمعة، أرقام جدا مهمة لأنه آخر مرة صدرت أرقام الوظائف أدت إلى انهيار قوية في الأسواق. أسهم التكنولوجيا كان فيها تراجعات قوية بقيادة أسهم إنفيديا إثر أخبار مهمة عن استدعاء من وزارة العدل لإنفيديا وعدد من الشركات الأخرى بنفس القطاع حول تحقيقات متعلقة بمكافحة الاحتكار. هذا أدى إلى خسائر تاريخية بالأمس على أسهم إنفيديا، تراجعات يومية كانت الأكبر على الإطلاق. بوينغ بالناحية أخرى أيضا سجلت تراجعات قوية إثر تقييمات من ويلز فارغو أندرويت على السهم بالبيع من تقييم سابق أو بتخفيض الوزن من تقييم سابق كان عند حيادي. من ناحية أخرى رأينا لجوء نحو الملاذات الآمنة وعلى رأس السندات، رأينا ارتفاع في أسعار السندات وبالتالي تراجع في عوائد السندات المستمرة بالتراجع في جلسة اليوم. عائد العشر سنوات متراجع إلى مستويات 3.81. نذكر هنا مشاهدينا كان عائد العشر سنوات في شهر أبريل كان عند حدود 5%. تراجعات قوية جدا في آسيا صباح اليوم، متراجع بقيادة أسهم التكنولوجيا. الأسهم المرتبطة بإنفيديا سوفت بانك مثلا تمتلك آرم التي تصمم رقائق إنفيديا، سهمة متراجع ب 7.5% أو أكثر. أسهم سامسونج، SK هاينكس، شركات مزودة لإنفيديا أيضا تتراجع أسهمها بقوة اليوم. لا ننسى بأنه ارتفاعات الين كذلك تضغط على أسهم التصدير في الأسواق الأسيوية. أوروبا خاسرة، قبل أوروبا هذا الدولار ين عم بيسجل تراجعات، الدولار أمام الين ب 0.5%. أوروبا أيضا بداية سلبية في جلسة اليوم وكل المؤشرات إذا خاسرة. من ناحية أخرى النفط بالأمس سجل تراجعات ب 5% ليمحو كل المكاسب التي سجلها منذ مطلع العام. نفسر أسباب ذلك بعد قليل، ولكن تراجعات النفط أكيد تنعكس على أسواق المنطقة التي تسجل تراجعات قوية أيضا في جلسة اليوم. ها هي الأسواق الخليجية، تراجعات هي بقيادة سوق الأسهم السعودية 0.8% من التراجع، وبقية الأسواق كلها إذا تسجل تراجعات. الكويت الأول 0.6% منذ مطلع اليوم، عم نتحدث عن تراجعات إذن في أسواق الخليج.